الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من لازم نفهم. في البدايه بنقول لحضراتكم كلكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وبنقول لكل الحجاج في المملكه العربيه السعوديه حج مبرور وذنب مغفور، وبنقول لكل المسلمين ولكل العرب كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد. النهارده الحلقه من لازم نفهم مختلفه كتير عن الحلقات السابقه. احنا بنقتحم قضايا وملفات كثيره ومشاكل اكثر في هذا البرنامج، كلها مستمده من حياه حضراتكم وحياتنا كلنا، وجزء كبير منها جدا بنختارها مع بعض عبر التواصل على صفحه البرنامج على الفيسبوك وتويتر. ولكن احنا قررنا ان احنا ما نكتفيش بطرح القضايا وبحثها واجراء تحقيقات تلفزيونيه حولها ومناقشتها في البرنامج من خلال ضيوفنا او مداخلات حضراتكم، لا، احنا بنحاول نعمل حاجه جديده، ان احنا نتابع مع بعض القضايا التي اثرناها واقتحمناها في لازم نفهم، بحيث ان احنا نعرف هي راحت لفين ووصلت لفين اساسا. هنطرح من خلال الحلقه النهارده اللي هي مختلفه وهتكون موجوده معانا على طول من فتره لاخرى، سؤال مهم قوي: المسؤولين والحكومة والأجهزة التنفيذية عملوا إيه في القضايا اللي اتكلمنا فيها واللي مطروحة بشكل دائم وهي بتمثل أزمات ومشاكل كبيرة جدا في حياتنا؟ هل تحركوا لمواجهة هذه المشاكل؟ هل الوضع تحسن؟ هل الوضع ساء؟ هل في تحرك ولو بنية حسنة إن احنا نحل هذه المشاكل، ولا الحكومة ما بتسمعش وما بتشوفش وما بتحسش وما بتسألش في المشاكل بتاعت الناس؟ ده سؤال مهم جدا هنتابع مع بعض، هنطرح على مدى الحلقات كلها أزمات ومشاكل وملفات كثيرة جدا مع بعض، وهنناقشها وهنحط حلول زي ما بنحاول طول الوقت، وهنيجي في فترة ما نقف نعمل خطوة كده محلك سر، نقول لا، في الحلقة دي بقى هنشوف ايه اللي حصل في المشاكل والقضايا اللي احنا أثرناها. النهاردة هنعمل ده مع حضراتكم في حلقة مختلفة، ثلاث قضايا مهمة جدا من اللي ناقشناها في هذا البرنامج هنتابع فيها وهنشوف وصلت لفين بعد كل اللي قلناه. مشكلة مهمة جدا بتضغط على كل البيوت في مصر وأثرناها في حلقة مهمة وحضراتكم شاركتوا في المداخلات فيها، وهي حلقة أنابيب البوتاجاز، أزمة أنابيب البوتاجاز والتلاعب اللي كان حاصل فيها والفساد والتجاوزات وصلت لفين دلوقتي. هنشوف مع بعض التحقيق وهنرجع نناقش القضية. أيضا أزمة أو قضية شديدة الأهمية وهي قضية المخدرات، انتشار المخدرات بشكل غير طبيعي في المجتمع المصري، عملنا عليها حلقة أيضا وهنتابع النهاردة نشوف إيه اللي حصل فيها، هل زادت هل قلت، هل زي ما هي، هل إحنا بندن في ملطة ومفيش حد بيتحرك. وأيضا مشكلة المخلل اللي احنا عرضناها، المخلل اللي هو بيسبب الكثير من المشاكل والأزمات الصحية، هنشوف برضو وصلنا ليها فيها الفين. لكن قبل ما نروح لهذه القضايا والحلقة المختلفة دي، هفكر حضراتكم ان في الحلقة اللي فاتت احنا كنا بنناقش قضية فوضى العلاج المزيف، وعرضنا وكشفنا حالات لأشخاص بينتحلوا شخصية أطباء أو واحد معالج مزيف وفوضى الأدوية اللي على الرصيف وغيره، وتلقينا مداخلات حضراتكم. وفي الحلقة اللي فاتت السيدة فاضلة مواطنة شاركت بمداخلة هاتفية وتحدثت حول الدكتور سعيد حساسين خبير الطب بالأعشاب، ولأننا بنحترم دائما حق الرد باعتباره مكفول للجميع، معانا على الهاتف الدكتور سعيد حساسين، هنشوف رده على هذه المداخلة لأن هذا حقه وحق حضراتكم. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا أستاذ مجدي، إزي حضرتك؟ أهلا بك يا دكتور، وكل سنة وأنت طيب يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، وعيد سعيد علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية كلها يا فندم. آمين يا رب العالمين، اتفضل يا دكتور. أستاذ مجدي، طبعا أنا بشكر حضرتك على حق الرد اللي أنت اديتهوني والوقت اللي بتديهوني من برنامج حضرتك، وبشكر حضرتك طبعا على البرنامج الجميل اللي انت بتقدمه اللي بيمس قضايا بتمس بيوتنا كلنا، انا وانت والناس دي كلها. ربنا يخليك. بس انا كنت طبعا بتفرج على برنامجك الجميل والبرنامج اللي انت كنت عارضه، ففوجئت بسيده اسمها مدام نور من اسيوط بتدخل مداخله مع حضرتك، بتقول ان انا جابت اسمي في الحلقه، قالت ان انا خدت كريم اسمه اتش كريم من عند الدكتور سعيد حساسين،
وذكرت اسمي وقالت ان هو مش مترخص وخدت منه 13 منتج وما عملش معايا اي نتيجه، كان عندي خشونه في ركبتي. وبعدين اتصلت بيهم تاني وقالوا خدي عسل وهتخفي، وانا ما خدتش حاجه وعملت العمليه. انا بس بوضح لحضرتك يا استاذ مجدي احتراما لحضرتك وكل المشاهدين ان اولا الناس من الدكتور سعيد حساسين، انا صيدلي معايا دبلومه وماجستير في الهيربال ميديسن، وعندي في اول صيدلي يحصل على ترخيص صيدليه عشبيه في مصر، ومش في مصر بس، في الدول العربيه زي الكويت والسعوديه والامارات وقطر والبحرين وتونس والجزائر والاردن. طبعا الكريم اللي هي اتكلمت عنه المدام، طبعا المدام دي داخله كده تسويق للسمعه فقط لا غير، لان اولا لهجتها مش لهجه واحده صعيديه من اسيوط. بالاضافه للاستاذ مجدي حاجه صغيره جدا انا بسالها حضرتك، لو حضرتك خدت كريم من منتج من الصيدليه العاديه وما جابش نتيجه تفتكر انها هتاخده تاني؟ لا. خدته حضرتك مره واثنين ثلاثه، تفتكر انك ممكن تاخده 11 مره؟ لا طبعا. حضرتك تاني حاجه، المنتج بتاع اللي هو الديب كريم مساج اللي هو السيتش كريم ده حجم مترخص تحت في وزاره الصحه رقمه 9911 لسنه 2007. ده واحد. اثنين، المنتج بتاعي نازل السوق بقى له حوالي 6 شهور. العبوه بتكفي شهر، طب ازاي خدت 12 واحده ولا 11 واحده في 6 شهور؟ تاني حاجه. ثالث حاجه، انا صيدلي مش عايزين بس ناخد العاطل بالباطل، احنا بنقول علم الاعشاب، حضرتك قلت في اول الحلقه ان احنا عايزين ندي كل حاجه لتخصصها. صح. وده حضرتك بتتكلم كده. مش كده ولا لا يا استاذنا؟ مظبوط يا فندم. انا عشان كده بس حبيت عشان اوضح، انا صيدلي عندي صيدليات منتشره على مستوى محافظات مصر كلها، كل محافظه غير الدول العربيه، فعايزين نقول انا معاك ومع وزاره الصحه، والهجوم اللي هجمته وزاره الصحه على القنوات اللي بتعلن عن الاعشاب ما كانش فيها اي قناه انا بظهر فيها، ما كانش فيها اسمي، لانه خدوا كل منتجاتي ودوها وزاره الصحه طلعت كلها مترخصه من وزاره الصحه. تمام. مجدي طبعا انا مش عايز اضيع وقت حضرتك. اشكرك جدا. اشكرك جدا دكتور. اشكرك جدا دكتور سعيد حساسين، وعايز اقول لحضرتك انه هذا الرد كان مهم جدا، واحنا بنحترم كل التخصصات طبعا، والحلقه كانت حول الذين يمارسون بدون ترخيص وبدون ما يكونوا متخصصين او خبراء في هذا المجال. اشكرك جدا دكتور سعيد. هنروح لفاصل سريع ونبدا حلقتنا المختلفه حول متابعه القضايا التي طرحناها.